Are you ready? آلاف من الناس بالعالم تابعين أخبارهم أول بأول، هم ملكات الموضة والأناقة على السوشيال ميديا. كل وحدة رح بيكون عندها بصمتها، وكل أسبوع اثنين فاشينيستاز بيتنافسوا على تغيير ستايل أحد المشتركات اللي معنا. كل وحدة من الفاشينيستاز رح تقترح عليها أوتفت جديد بيناسب حاجتها، والفاشينيستا اللي بتربح رح تحصل على 2 لايك ورح تنتقل على مرحلة الريستايلينج للفة الشال. عند نهاية كل حلقة، إذا حصلت الفاشينيستا على إعجاب المشتركة بتحصل على لايك إضافية وبتكون العلامة الكاملة 3 لايكس، وإذا لا بتخسر لايك لتحصل بالنهاية على بس 1 لايك. هلو جايز، أنا أم القطامي، عمري 20 سنة، بدرس صيدلة. عندي حب وشغف بالفاشن كتير كبير، وهذا السبب أنه أنا رح أكون الحكم ببرنامج حجابي زماتش. رح أكون معاكم كل آخر حلقة من كل منافسة بين كل تنتين بلوجرز، وكمان رح يكون معاي 3 لايكس رح أوزعهم بين البلوجرز حسب الأوتفيتس اللي اختاروهم ولبسوهم بالمنافسة. فخليكم معنا حتشوفوا أشياء تحفة. الهدف واضح، كل فاشينيستا لازم تجمع أكبر عدد ممكن من اللايكس لتتوج وتكون الحجابي ستار اوف ذا ويك. مرحبا، أنا اسمي تالا الزعبي، عمري 23 سنة، ميك اب ارتست وكمان فاشن بلوجر. عندي 54,000 فولوور على الانستغرام. كتير بهتم بتلبية الأواعي، وكتير بهمني إنه يكون اللبسة مسترة، كل ما كانت أطول كل ما كانت ترضي رب العالمين أكثر وأريح. مرحبا، أنا اسمي مرام الزعبي، أنا كاتبة وفاشن بلوجر على الإنستغرام. عندي 123,000 فولوور على الإنستغرام. طبعاً بلشت فاشن بلوجينج من تقريباً سنة، مع أنه كان هذا الإشي انترست عندي من وأنا صغيرة. كتير بحب تنسيق الملابس وكتير بحب ألبق الألوان. وأخيراً وصلنا. والله أنا كنت خايفة أتأخر عشان بدنا سرعة ومسافة، يعني عشقة الصبح حد إجا من جرش. وطلعنا حتى مش مفطورين، ف خلينا ناكل لنا إشي. أنا بحب هاي اللغة، مثل فلة تنزل تفضل يعني. زاكين معجنات، بحب التركي كثير. أنا الجبنة والخس خيار برضو زاكي. شو شعورك إنه هاي آخر حلقة؟ الصراحة يعني مبسوطة وزعلانة بنفس الوقت، متضايقة إنه رح خلص الحلقات، حاسة إنه كثير استمتعنا بالحلقتين اللي راحوا. وأنا كمان، وطلعنا بإشي حلو، متحمسة أشوف أجواء المكان، بدي أشوف شو رح يطلع معنا اليوم. إن شاء الله خير. متحمسة أشوف أمل. وأنا كمان، صح؟ كتير بحبها كثير. وأنا جنن عن جد، بس والله رح يعز علي إنه نوطي نصحى الصبح هيك معجوقين ومخربطين وبدنا نوصل. يلا حتى اليوم بكون ما بدي يخلص. صح، منافسة قوية إن شاء الله. خليك مستعدة. أظن أنها وصلت المشتركة. يس، وصلت الباب. أهلا وسهلا. أهلا، كيفك حبيبتي؟ شو أخبارك؟ هلا هلا، كيف حالك؟ تمام وأنت؟ تمام، أهلا وسهلا حبيبتي. تفضلي اقعدي. اليوم كثير متحمسين الحلقة الأولى، ابتسامها مسك ان شاء الله. فهيك حابين نعمل لك شيء كثير حلو، بس الاول حابين تعرفين على حالك. مرحبا، انا شيماء ابو خضراء، عمري 17 سنه، اجيت على هذا البرنامج لاجرب شغلات جديده. انا مو مجربيتها زي السكرتس والدريسز، يعني اوريدي انا كان ستايلي اصلا يعني اغلبه مثلا بلبس بلوزه وبنطلون، بس حبيت هالمره اجرب اشياء جديده وحبيت اشترك بحجابي ماتش. حابه اعرف ليش اشتركتي في البرنامج، شو الشيء اللي حابه تغيريه بالستايل؟ هلا صراحة فكرة البرنامج كتير حلوة، غريبة، مش إنه نحنا هون بالذات مش موجودة عنا، وبتشجع البنات كتير اللي ما بدها مثلا مترددة بالحجاب. بحس إنه هذا الإشي بشجعها، إنه مثلا بتشوف البلوجرز كيف بيلبسوا وكيف بيلبسوا وكيف المشتركات كمان بيلبسوا هيك، فبعتقد إنه هذا الإشي إنه حيخلي في عندها دافع مشان تتحجب، وحبيت صراحة هذا الإشي كتير وحبيت أكون جزء من هذا الإشي. وغير هيك حابة إنه أشوف هيك ستايل جديد. يلا ان شاء الله. انت بتميلي لإشي معين بالستايل بالعاده؟ صراحه يعني لا، بس انه بحب اغير، انه بحب اجرب اكثر من إشي. حلو، هذا الإشي مريح. يكون في اوبشنز اكثر نختار بيناتهم. ان شاء الله نطلع بشيء حلو يناسبها. احنا مش انا معك انه احنا مع بعض حبيبتي، انا منافسه لك. لا انا متاكده انه ذوقكم حيكون حلو حبيبتي. ان شاء الله حيكون صعب علي انا كمان الاختيار. ان شاء الله. تفضلي. في كوكيز ومعجنات. صحيح ما ضيفناكي، تفضلي.
حبي ايش اسكتي منها؟ انا حبيت التركي وحتى جبنا الخيار كثير زاكي. بس حجربي انكم انتم تنتن قلتوا لي عنها زاكي. اظن انه رح تخلي دوري اليوم. يعني اول مره ماضي انا مش ادفعها عشان انت تفوزي. يعني احط الكبش في ده. شوف لا ان شاء الله انه احنا رح نفوز ما حزعل. تمام هلا ان شاء الله رح نختار لك هيك اوتفيت حلو، حابه اغير لك شوي بستايلك وبنفس الوقت اعطيكي اشي على قد عمرك. تمام فمستعده؟ يلا تمام خلينا نشوف هاي الجهه بالاول. لا ما بدي اشي زي هيك. شوف هون اوكي هذا الجاكيت حبيته، ممكن نلبق معه اشي، ايش ممكن نعمل له؟ بنطلون طويل او قميص. نشوف هذا القميص، بحس الابيض والاسود اشي سيف وحلو بنفس الوقت. اوكي بدي بنطلون واسع او تنورة، يعني اشوف لك ايش في الوان حلوه تلبق مع الاسود والابيض. لا ما بدي ابيض، حاسه هاد بنطلون او تنوره. خليني اشوف الاول. حاسه هاد البنطلون ممكن يطلع حلو، ونعم هيك عملك القميص لجوا فبتخيل يطلع معنا ايش حلو. هلا نختار لك الشاله، فكر هلا شاله هيك تكون حلوه ولا بقى. اشوف هاي الشاله كيف تطلع. ممكن ممكن الجراي بيطلع حلو. اوكي هاي مبدئيا اللبسه اللي ببالي الك، فوتي قيسيها عشان اشوفها عليكي واقرر اذا بنقدر نغير فيها او اذا عجبتني ونعتمدها. تمام. ومنكمل. أوكي. يلا تفضلي. حبيتها كثير عن جد زي ما تخيلتها، بس حابه اضيف لك حزام اسود. خلينا نشوف اذا في حزام اسود مع اللبسه. هذا البلت الاسود العريض حط لك اياه على الخصر. والهيلز عم بفكر البسك هذا الهيلز السكني، حسيته رح يطلع كثير حلو. هلا مبدئيا نخلي سكنيه، اختار لك هلا باق. حب اشي يبين اللبسة. نشوف هاي حلوة كتير. هلأ نشوف الاكسسوار. رح اختار لك هذا الخاتم. ما رح اختار لك اشي تاني من الاكسسوارات لاني حابة اللوك يضل شوي ناعم، فما رح اختار لك اكتر من هيك وبس. هلأ انا هيك اعتمدت اللوك، فجهزت تشوفي حالك على المراي. يلا شيماء جاهزة تشوفي حالك بالمراي؟ يلا بدي عد للثلاث عشان تلفي تشوفي حالك. 1 2 3. رح اتركك هلا تشوفي حالك على المراي تمعني، ان شاء الله انك تختاريني. اترك لك القرار. حبيت اللي اختارته مرام كثير، حبيت البنطلون، حسيت لونه اصلا حلو وستايله يعني بين بنطلون وتنوره مبين. الجاكيت كتير بجنن، ستايله شتوي كمان بيلبق للشتاء. حبيت التلبيق، لو كنت مكانها كان ممكن أغير لون الشال، بس مرام إلها نظرة أكيد بتكون شايفة إشي معين، وحبيته يعني بشكل عام حبيت اللبس كتير. مرام اعتمدت اللوك، شيرت باللون الأبيض، ترانش كوت باللون الأسود، بنطلون عريض باللون الكمل، حطت فوقه بلت باللون الأسود، هيلز باللون السكني، والشال باللون السكني، والباق بألوان الأسود والبني والسكني.
يعطيك العافيه. الله يعافيكي. صراحه حبيت كثير اللي اخترتيه. عن جد؟ البنطلون كثير حلو. والجاكيت كيف عامل ستايل هيك كاجوال، كثير كثير حبيت الستايل. يمكن لو انا مكانك كان اخترت لون شال غير عن السكني. بس اكيد انا متاكده لما يطلع هيك على التلبيق كامل مع اللبس بيطلع حلو ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نشوف هلا ابداعاتك انت. ان شاء الله ان شاء الله يطلع معي شيء حلو. يلا يا عمري. شيماء، هلا انا فهمت انه انت ما عندك مشكله باي ستايل لبس وحتى الالوان، مزبوط؟ فهذا رح يساعدني اني انا اكون عندي اوبشنز اكثر ان شاء الله، وان شاء الله اني اطلع بلبسه هيك تعجبك وتكون حلوه ومميزه وتختاريني. تمام. حبيبتي. يلا يلا. اوكي، بدي اشوف قطعه تكون هيك سمبل. هدول بحسهم تقال شوي. لا، بدي شيء جيرلي اكثر، ناعم سمبل، الوان هاديه. اوكي، لفت انتباهي هذا البنطلون، حبيت لونه هيك، حاسه ممكن يطلع حلو على اللبس. الشالات بنرجع لهم، عادي تحمليها حبيبتي. نشوف، بدي اشي فاتح فوق لانه هو اصلا لونه صارخ، نبعد عن الغوامق. اوكي، ممكن اشي ابيض نلبسك فوقه، قميص ابيض. بدي اشوف هون. اوكي، في اتوقع قميص ابيض. اوكي، هاد حاسه حلو طويل، بتخيل اذا عملنا له مثلا بلت او اشي بيطلع حلو مع البنطلون. ف مبدئيا هيك ممكن نضيف عليه اكسسوارز واشياء تقل اللبسه بنوعا ما. نشوف حجاب، بدنا اشي كمان لونه بارد. بس قبل ما اختار الحجاب بدي اشوف شال ممكن نحطها كستايل على القميص، يعطي زي اكسسوارز زي ما قلت لك. هلا رح احطه ونشوف، اذا لبق بنخليه، ما عجبنا بنشيله. وحجاب اتوقع رح اختار هذا اللون، عجبني. اوكي، والشوز ما عندك مشكله في الهيلز، مزبوط. وراح اشوف هاد، بتخيل يطلع حلو. تمام، يعني طلع الالوان كيف طالعين، تناسق حلو. هلا مبدئيا هيك، هلا مبدئيا هيك راح اكتفي. بدي اشوف ممكن بلت يطلع حلو عشان اوريدي القميص طويل وواسع. اشي ابيض عريض بتخيل يطلع حلو. تمام، وبس. فتقيسي اللبسة وإن شاء الله إذا بس تطلعي نشوفها ونغير عليها اللي بدنا نغيره. حبيبتي. أوكي، حبيت كتير. يعني متخيلة إنه راح يطلع مع الشالة كمان ديزاين معي كتير حلو. خليني افرجيكي كيف ممكن نعملها بطريقه حلوه. هلا راح احط لك اياها بطريقه، نتاكد انه طولهم قد بعض. تمام، اعطيني البلت الابيض. حاسه راح يطلع ستايل حلو. ارفع ايدك متفه، بس نزلي. اعملها بطريقه، لا ضيقه من تحت، ادخلها زي هيك عشان ما تضل طالعه برا. اوكي، انا حبيت ستايل الشال، كسر اللبسه، عمل ستايل حلو. خلينا هلا نشوف شنطه واكسسوارز نلبقهم. حاسه بدنا اشي محايد عشان اوريدي في الوان باللبسه هاي، بتخيل تطلع حلوه. او حطيها على الجهه الثانيه عشان ما يكون كل الشغل هون. حلوه، حبيتها. هلا انا هيك
اعتمدت اللوك. تمام. رح نروح على المراية تشوفي اللوك كامل وإن شاء الله يعجبك. تفضلي. جاهزة تشوفي حالك؟ رح أعد للثلاث ولفي. واحد، اثنين، ثلاث. رح أتركك مع المراية تشوفي على راحتك. وإن شاء الله إنها تعجبك اللبسة، وإذا اخترتيني إن شاء الله رح أعمل لك لفة كتير تلبق على الستايل وتطلع عليك كتير حلوة. تالا اعتمدت اللوك، شيرت طويل باللون الأبيض، فلورال سكارف باللون البينك والأبيض، بنطلون وشال باللون البينك، هيلز باللون الخمري، والباك باللون السيلفر. خلصت؟ آه شفت؟ حبيتي؟ حبيت كتير. آه حبيت الألوان، حبيت هدوء الرواء تبع اللبسة، حبيت حركة الشال اللي عملتيها. حبلت حسيتها كسرت اللبسة لأنها أصلاً يعني بيل، يعني سادة هيك أبيض وبينك، حسيتها حلوة. إن شاء الله خير. يعني أنا عندي إحساس إنه رح تختارني أنا. عن جد؟ معقول؟ بتعرفي؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني مش عارفه ان شاء الله نشوف هلا بس تطلع. حتى لبستك عن جد كثير حبيتها، بس حبيتك تغيير. بتعرفي شو اللي بخوف بالموضوع؟ انه التنتين كثير غريبين وكثير مختلفين عن بعض، بس لبستك تغيير اكثر. لبستك تغيير مو شرط. لا انا حبيت الوان لبستي، بس حبيت ستايل لبستك. طيب يلا بنشوف هلا على حسب قرارها هي. ان شاء الله ان شاء الله خير. يا عمري مبروك عن جد. يعني مبدئيا التنتين كتير حلوين حبيبي. والله انا كتير بعرف انه الخيار كان كتير صعب جدا، انا كنت كتير محتاره. اي حبيبي التنتين كتير حبيت ستايل مرام لانه عن جد تغيير، وانا حسيته مختلف شوي عن اللي بلبسه. فاسمعي عن جد التنتين كتير حلوين، وانا كنت كتير محتاره كتير كتير كتير. ولو على فكره لو بقدر انقيهم التنتين كنت طلعت لكم في التنتين حبيبتي. والله كتير حلوين عن جد انتوا التنتين. لهلا بدنا ننتقل لمرحله الريستايلينج. بدك تلبسي الاوتفيت عشان لبق لك لفه شارع تكون مناسبه لوجهك تزبط عليه. تمام يلا يلا. والختام رح يكون مع مرام اللي رح تعمل ريستايلينج للفه الشال لشيماء، وتلقائيا رح ينضاف 2 لايكس لرصيدها. ما بنعرف شو مصير هدول ال2 لايكس، يا بتحولوا ل 3 لايكس اذا شيماء حبت اللوك الكامل، او بصيروا بس 1 لايك اذا شيماء ما حبت اللوك الكامل. شو تالا جاهزه تشوف اللوك النهائي؟ كثير متحمسه، حاسه طالع معك شيء كثير مرتب، وهلا بناديها نشوفه. يلا شيماء. مرحبا. اهلا. حالك؟ شو رايك؟ كثير حلو البلت، حركته كثير حلوه، الجاكيت خرافي، الشنطه تلبق صراحه اوفر اول جنة. وعجبك لون الشال ولا لساتك متردده فيه؟ لا صراحه انا كنت حاسه انه عندك نظره اكيد في الموضوع، فطلع كثير حلو. حلو الحمد لله. هلا تعالي عشان تشوفي شكلك النهائي. لا رح اعد للثلاثه، وعند الثلاثه بتلفي وتشوفي حالك. تمام. واحد، اثنين، ثلاث. شو رايك؟ كثير حلو صراحه، عن جد كتير حلو. لفت الشال كتير حلوة كمان. حتى يعني صراحة كتير حلو. Thank you عن جد. حبيبي. انتو التنتين عن جد كان كتير حلو، فأنا كنت كتير محتارة. والقالب غالب. Thank you حبيبي. حبيبتي ما اسمع الله، القالب غالب فحنا. وتشرفنا فيتي. هذا اللوك النهائي كتير حلو، كتير عجبني. اخترت هذا الاشي لانه مش ستايلي، انه مش كتير بلبس زي هاي الاشياء. حبيته كتير، وكتير حبيت لفت الشالة. بحس انه انا اصلا اوريدي بلف هاي اللفه بالشتاء، وما انه هيك الستايل بتحسوه انه شتوي وهيك، فانه لفينا هاي اللفه وطلع كثير حلو وحبيته كثير. فانا راح اعطي العلامه الكامله لمرام. ثانك يو كثير على الستايل، كثير حلو عجبني.
جايز، انا ام القطامي، عمري 20 سنه، بدرس صيدله. عندي حب وشغف بالفاشن كثير كبير، وهذا السبب انه انا رح اكون الحكم ببرنامج حجابيز ماتش. رح اكون معاكم كل اخر حلقه من كل منافسه بين كل تنتين بلوجرز، وكمان رح يكون معي 3 لايكس رح اوزعهم بين البلوجرز حسب الاوتفيتس اللي اختاروهم ولبسوهم بالمنافسه. فخليكم معنا حتشوفوا اشياء تحفه. يا مساء الخير، كيف حالكم؟ أكتر حلقة بكون محتارة فيها، شايفين لما البنت وهي هيك بعمر المراهقة تمسك الوردة بيحبني ما بيحبني بيحبني؟ أنا هيك حاليا مرام، تالا تالا مرام، لأنه عن جد محتارة بين وردتين. بس مش عارفة، يعني هي بالنهاية مسابقة لطيفة خفيفة، وفي شغلة صغيرة بدي أحكيها، إنه أنا عم بحكي عن الإشي اللي بيستهويني أكتر، أو بختار الأوتفيت اللي بيستهويني أكتر، الكلر اللي بتناسب أنا شخصيتي أكتر، اللي بحبها أكتر أو اللي بحب ألبسها. فهذا لا يعني إنه أنا لما أقرر أو أختار حدا يعني خلص، لا بالعكس، ممكن أنتوا تكونوا عم تختاروا الطرف الثاني. فاكتبوا لنا تحت بالكومنتس أنتوا إيش رأيكم، حتختاروا مرام حسب اللي شفتوا ولا تالا؟ ويلا نشوف. والله يا اهلا وسهلا بحبي. يعني مرام وتالا احلى تنتين اليوم منورينا بالاستوديو. حبيبت والله نورك. ام سلينا، وين سلينا؟ والله كنت حابه اجيب هاي تعمل لنا اجواء، بس قلت رح تزيد بالاجواء ورح تروح علينا. بس سبحان الله دائما الخالق بتلاقيني عم رح اعطيها على الانستغرام. صح؟ صح كثير معي. هي عادي بسالها وين ماما، بتاشر على تالا. على تالا، تالا المؤثره الجميله على المواقع، عن جد ما شاء الله عنكم بتجننوا، يعني ضحكتكم ويعني روحكم الحلوه. كنت عم بحكي للناس قبل ما ادخل انه نفسي اجيب ورده، احنا صغار بحبني ما بحبني، انه وقتها لا مرام انه عن جد وردات الله يحفظك. طيب هلا نيجي للجد، يعني هيك هيك زي ما حكيت لهم برضه قبل ما ادخل، انه انا بختار حسب انا شو حبيت. صح؟ صح. بس هم اكيد اللي عم بيشوفونا اكيد حيختاروا ممكن الشخص الاخر اللي انا ما نقيته. بالضبط، اختلاف اذواق، لولا تنوع الاذواق لبارت لبارت. هاي اختي حبيبتي الله، شو ما كانت احلى شيء. انا فرحانه عن جد اسمهم اليوم هيك شوي في بعض. لا لا بمزح صراحة، داي ون الأصل أنا وتالا رح نعطي لمرام من باب التشجيع، كونه إنه شكل أول تصميم أنت عم تعملي. صح؟ قالوا لي إنه من تصميمك وشفته كان كتير حلو، واللون بجنن، هو جارديجان. مش جارديجان بس بيجي على نص جهة وبتقدر تلبسي تحته أي سوت. كتير حلو، لونه كان كتير رهيب. داي تو يعني اللون اللؤلؤي الجامب سوت اكيد تالا كان كثير حلو وكثير هيك سمبل وعم بلبق لشخصيتك. اما داي 3 اليوم، يعني بصراحه انا عن جد لو علي بقسم اللايك نصين لاول مره من كل الحلقات اللي صورناه قبل كله، كنت اعطي اللي عن جد خلص عاجبني واسكر الموضوع. بس اليوم فعلا اكثر يوم عم بحتار فيه، بس انه انا يمكن لانه الستايل تاع مرام لفت انتباهي اكثر مع لفت الحجاب، فبعطي اللايك لمرام حبيبتي. يعني مع انه ما شاء الله تنتين بتجننوا، تالا رقي وابتسامه وبساطه في التعامل، مرام رقي وروح حلوه وام. يسعد قلبي هذا الشيء، يعني اكيد الله يعينك يا ربي ويكون معكم انتم كل الامهات. يلا نروح نقعد، شو رايكم؟ يلا نسولف شوي. يلا يلا. اكلت انا؟ ايش اكلت؟ اكلت كوكيز. اكلت؟ انصدمتي من السؤال. ايش اكلتي؟ انا ايش اللي اكلتي؟ ترجعي زي المس واحنا بنحصل. صح تعالى. طلع لي جوا الصراحه معجنات نبله. عن جد صحيح حسيت الاكل، عمركم فسدتوا عن حدا انه عم ياكل؟ لا لاني اكلت ناس. لا لا انا ما كنت. انا كنت من الناس اللي عم بياكلوا بصراحه بالحصص، بس مره كنت كثير كثير متضايقه من بنت، كنت صف رابع، كنت بمدارس النظم. احنا كمان كنت بنظم. والله اي صف؟ كنت لا صغيره رابع. بعدين نقلتي؟ بعدين نقلت. احنا كنا بالنظم بس اكبرتي. بعيده عن بيتي. كانت مس امل هي المديره، كان اسمها امل، كان عفوري تتذكروا؟ اكيد بتعرفوا تالا. كنت متضايقه منها، خلص متضايقه منها، ولقطها بتاكل قدام كل الصف. هي عملت معي موقف، وانا مش من النوع فكره اللي باخذ حقي وكذا ويعني بحقد، بس الا اذا كان الموقف خلص المني يعني. ضليت حسبالها اياه. بيوم من الايام بحصه رياضيات قمت مس، كان اسمها خديجه الله يسهل عليها، فلانة عم تاكل، وهي كانت عصبيه للمس والله بنت تبهدلت وهيك. حدش زعلك؟ مع انه انا لو جيت شفت الدرج هيك بس عملتي هيك حتلاقي اكل. فسبحان الله. ايش كنا عم نحكي كمان صحيح؟ لا انا بصراحه بالصف ما كنت افسد عن حدا بشيء. يعني مش يعني خلص ما ابلش بحدا وما حدا بلشان فيه، كنت حدا عادي. يعني دائما بس سرحانه
برسم على دروج، انا ما بيصدقوا عني لماما انه بنتك مرام ذكيه، بس احنا بنشرح بجهه وهي بعالم هاري بوتر. بس يمكن تغيرت شخصيتك على كبر صح؟ لا على كبر خلص حطيت عقلي براسي وعدت وجيب اجيب معدلات. على هذا الموضوع بنقدر احنا نتطرق لموضوع شغله معينه مرام، انه البنت اللي بتكون محجبه ببيئه، يعني حتى البيئه هاي المدرسه اللي كنا عم نحكي عنها اشمالا بيئه خلينا نحكي فري شوي يمكن، فانه البنت تكون محجبه ببيئه نوعا ما منفتحه بدها يكون كثير شخصيتها قويه، بدها تكون كثير عندها ثقه بالنفس عالي. احكي لنا مرام عن تجربتك في هذا الموضوع، كونه انك درستي اصلا ماستر كنا عم نحكي برضه برا الاردن، فكان هناك يمكن انت وحده من بين 100 محجبات، او عفوا مش محجبه اكثر بالضبط صح؟ هلا اقول لك، انا حتى بالمدينه اللي انا كنت فيها اصلا كان نادر تشوفي حدا مسلم، يعني لانها شوي بعيده عن لندن بالشمال، فكان شيء كثير تشالنجينج. الحمد لله انه كانوا الناس لطيفين، يعني ما تعرضت لعنصريه وكانوا يحترموا الاسلام. بس انا كنت هناك ايماني اقوى، يعني زاد ايماني وزاد حبي لحجابي، ما شاء الله صرت احس انه بيمثلني، يعني انا بس اروح مكان خلص بعرف انه انا مثلا مسلمه وانه له حدود، له حدود بالتعامل معي. يعني كانوا مثلا اذا كنت مع صحبات انا الوحيده مثلا ما يتمادوا معي بالتعامل، او اذا حدا مثلا اجنبي بتحس انه عم بيعمل لك انه اهاله او صح، بحس هو حفظني فعليا، حفظني وصانني. ذكرتيني بنفس الاشي، انا طلعت درست سنة في المانيا كمان عشان كنت ادرس بجامعة المانية ما شاء الله. بالاول كنت في مدينة، احنا بننتقل على مدينتين، الاولى كان ما فيها يعني كثير مسلمين وكلها المان في بعض. بحياتي ما حسيت انه في اشي، انه مثلا اشي هم كانوا يطلعوا من ناحية فضول، مش انه عنصرية ابدا، هم يعرفوا انه الشخص هذا بيمثل الحجاب بطريقة حلوة ولا الحجاب بس مجرد اشي بالحق. كثير انا بشوف الناس الاجانب عندهم فضول تجاهنا، بدهم يعرفوا الجوهر فعلا بمثل حجاب ولا بس حكي بالضبط. لانه ما بكفي انت تلبس الحجاب، بدك تمثليه لانه مسؤوليه كبيره، يعني لما تحطي حجاب بتطلعي برا تكوني عارفه قد ايه في مسؤوليه عليكي. مش انه تربطي وما تعيشيش، لا عيشي، تعرفي افرضي احترامك على الناس، افرضي احترامك وكوني يعني كايند مع الكل، كايند ورحيمه زي ما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالى نفس الاشي بحكي لك على موضوع انه السفره هو اكثر اشي كان يواجهني، يعني بالنسبه لي كتجربه حجاب ببلد اجنبي. وكمان على مدينه ثانيه لما نقلت تدربت بشركه كلها المان، كثير كانوا فريندلي وكثير كانوا متقبلين موضوع الحجاب، يعني لانه اصلا المدينه كان فيها كثير اتراك عرب، فهم عندهم يعني زي نظرة عن المكان ما شاء الله. فكان عندهم فضول دائما يسألوني عن الحجاب عن الدين، وأجاوبهم على اللي بقدر عليه يعني، فما واجهت أي مشاكل الحمد لله. طب أمل أنتي قد كان عمرك لما تحجبتي؟ كان عمري 13 سنة، صف ثامن كنت ثامن فصل ثاني عن جد. لا أنا كان عمري 13 سنة بس كنت صف سابع، يعني أنا مواليد آخر السنة. أوكي. 19 مارس. كان عمري بعدين كان بالنسبة لي الحجاب نقلة نوعية، كنت لسه عم بحكي لكم قبل، حتى شخصيتي تغيرت من انه بنت شعري كذا طويل وبحب شعري وكذا لبنت لا محجبه، فكان صراحه شوي صدمه انه طيب الاشي كان احلى اشي فيه يتخبى. فهاي الفكره لما بالضبط هاي الفكره لما اقتنعت فيها وحبيتها انه احلى اشي فيه حرفيا بنات احلى اشي فيه امل تخبى، متخيلين؟ فبعد كل هالجمال يا حبيبتي سبحان الله جمال قلبك اكثر شيء منعكس على وجهك، يعني ما شاء الله ملامحك حلوه بس قلبك منعكس عليه. حبيبتي مرام انا انبسطت فيكم كثير اليوم عن جد، شكرا لوجودكم بنات عن جد، شكرا لكم. واكيد حتى المشاهدين انبسطوا معكم بالثلاث حلقات اللي حضروهم. بدنا نحكي للناس شو شعار البرنامج؟ لباس اكثر رقي اكثر. We'll be right back.